بين دولة الكويت والعمل الخيري قصة وطن وأمير وشعب جبلوا على مد يد العون للفقراء والمحتاجين. فالكويت لا تحتاج إلى يوم محدد للاحتفال بالعمل الخيري، لأنها في كل يوم ومع كل هبة أو منحة أو مساعدة إنسانية تجسد تاريخاً مشرقاً في العطاء وفعل الخير. العمل الخيري بالكويت أنا شخصياً ما شفت نفسه من تقريباً مما طلعت، مثل يعني من أول ما طلعت الكويت، والعمل الخيري جزء لا يتجزأ من المجتمع، من كيان المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن المسلم إذا فرج عن كبرة أخيه فرج الله عنه يوم القيامة، وهذا عمل زين الحمد لله. في ناس مستحتاجين وايد هني في الكويت وخارج الكويت. هو فعل الخير يعني فضيلة وواجب، والمفروض كل مسلم أو حتى غير مسلم يعني يكون سباق العمل الخير، تفتح الأرزاق. الكويت كلها خير، نابع الخير الحين وقبل الحين كلها خير، الحمد لله. يرحمون الفقير، أشوف الفقير ما عنده عطوه. فمن أرضها إلى أصقاع العالم امتدت أيادي الخير البيضاء عابرة حدود دول لا تعد ولا تحصى، والجمعيات الخيرية فيها خير شاهد على ذلك، فهي تعمل ليلا نهارا لتنفيذ التوجيهات السامية بإرسال المساعدات إلى ما وراء الحدود. نحن في الكويت كشعب ولله الحمد يعني تم تربيتنا منذ الصغر على أيدي أجدادنا الأولين في حب العمل الخيري. دولة الكويت تحتفل كل يوم بالعمل الخيري. طبعا هذه الأعمال تمثلت في الشعب الكويتي، وكرست هذه الأعمال الحكومة الكويتية ولله الحمد التي دعمت هذه الأعمال الخيرية، سواء عن إنشاء بيت الزكاة أو عن طريق الهلال الأحمر، وكذلك الجمعيات الأهلية الخيرية المنتشرة في الكويت والتي لها عمل وبصمات داخل وخارج دولة الكويت. وإذا كانت دولة الكويت تحتفل مع الدول في 5 سبتمبر باليوم العالمي للعمل الخيري، فلأنها المثل الأعلى في فعل الخير والشريكة الأساسية في صنعه ومصدرته إلى العالم أجمع. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.